أهلا بكل أهلوية في يوم تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معاني. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جدا مهمة جدا بحكم أهمية اليوم. الحقيقة بشوفه عيد بتعيشه الكرة المصرية. خد بالك أن يصل النادي الأهلي للدور قبل النهائي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، وأن المواجهة دي تكون مع واحد من أفضل الأندية في كرة القدم على مدار تاريخ طويل جدا هو نادي ريال مدريد، وأن يكون في قناعة وإيمان بل وثقة عند جماهير النادي الأهلي أنها تقدر تتجاوز عقبة الريال وتوصل المباراة النهائية، ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا مبني على رصيد عظيم من البطولات والألقاب والنجاحات وتحدي الظروف الصعبة، والأهلي قادر إن شاء الله بإذن الله أنه يعملها النهاردة ويصل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي بطولة كأس العالم للأندية. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة هنتكلم فيها على المواجهة اللي بيفصلنا عنها يمكن ساعتين وشوية. نتمنى كل التوفيق لأبطالنا النهاردة، وهنحاول معاكم نقرأ المفاجآت اللي محضرها مستر مارسيل كولر لكارلو أنشيلوتي في مواجهة الليلة.